تاريخ الأبطال. نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال. فجر اللي طالع نحن والسيف القاطع نحن، فجر اللي طالع نحن والسيف القاطع نحن. كثر هم الفنانون الذين طالبوا بإسقاط النظام الطائفي في لبنان وشاركوا في التظاهرة. كاميرا الجديد رصدتهم، ومن لم نستطع لقاءه في التجمع قمنا نحن بزيارته. أنا نازل لحتى يصير ابني مواطن. عايدة سابقة، أنت فنانة؟ نعم. واليوم نازلة على المظاهرة، ليه نازلة؟ ليه نازلة؟ يعني مين منا ما بيتمنى يكون عنده دولة مدنية؟ أنا عندي شروط كتير، بس إنه إيه بحب شارك هيك شغلات، لأنه أنا واحد من المتضررين كتير، من المتضررين كثير من النظام الطائفي كثير. لو كان بحياتي انا اروح اجيب اشخاص لانه بيشبهوني طائفيا، فكنت دور على الاكفأ، لانه نتيجة العمل دائما بتدور على اكفأ الناس لحتى توصل لاحسن نتيجة. فانا برأيي انه لبنان مشروع بحاجة لاكفأ الناس بغض النظر عن طوايفهم وعن دياناتهم. المظاهرة هاي او الفكرة اللي عم تنادي لها المظاهرة الغاء النظام الطائفي تجمع كل اللبنانيين، انه كل لبناني بحق له يكون رئيس جمهوريه اذا عنده الكفاءه، وكل لبناني بحق له انه يكون رئيس حكومه، وكل لبناني بحق له يكون رئيس مجلس نواب. يعني ما نقسمها وما يعني ما عم بفهمها انا. والخوف، حجه الخوف من الاخر، بدنا نحدد هل نحن اخر واخر ولا نحن واحد. يعني بيقولوا لما لغوا العنصريه بامريكا ضل في عنصريه، بضل في الناس بنفوسهم نوعا ما عنصريه، بس لما بتحطي لهم بند انه لا بيتحاكم اللي بيكون عنصري، هي ضمن المطالب الموجوده، يتحاكم اللي يكون طائفي، احترام الراي والراي الاخر. انه جربنا اربع تجارب، اللي هي تجربه الطوائف ال 1860 لما سيطروا الدروز مثلا، بعدين اجت المسيحيه، وبعدين اجت السنه، وبعدين اجوا الشيعه. هلا خلينا نجرب بلا طائفي. تركيا غالبيه هنيك اسلاميه سنيه، اعتمدت النظام المدني الغير طائفي بالتركيبة السياسية، جوات بيوته كل واحد بيمارس طقوسه اللي هو بيلاقيها مناسبة. بس نحن لبنان اللي هو 18 طائفة، أكثر بلد هو بحاجة لهالنظام الغير طائفي بالتركيبة المدنية والسياسية ليقدر شعبه يعيش بسلام بين بعضه. نعم، بكل إيمان وبكل ثقة لإسقاط الطائفية السياسية بلبنان. كنا طول سنين الغربي وطننا من فين، رح ننسى الايام الصعبه يا هالناس المنسين. نعم لاسقاط النظام الطائفي في لبنان، هكذا تمنى الفنان اللبناني. دارين شاهين، قناة الجديد.